السلام عليكم، اليوم معكم الرئيس الجمعي. عرض على الأصدقاء على سطح المنزل باش غنشوي السرديل، ومنها نعرفوا المشاهد الكريم طريقة الشواء هنا في مدينة أسفي. لهذا حنا كنشوي السرديل في مدينة أسفي في شهر 6. في شهر 6 الرئيس عاد تيبداو يشوفوا الناس، عاد تيبداو يشوفوا الناس، حقاش عاد تيسمانو تي. نعم، داك الزيت ديالو هو اللي كيخليه أنه كيتشوى مزيان. تبارك الله. وفي الشهور الأخرين بسم الله على بركة الله، وفي الشهور الأخرين كنديروا اللاطا، الطاجين، الفران، الكفتة، الكفتة. الشواية كتشوى في شهر 6. وهذا السي عبد الهادي، هذا السرديل ديال الحجار ولا ديال الربيع؟ السرديل هذا ديال الربيع، وكاين سرديل آخر ديال الحجار. السرديل ديال الربيع معروف كياكل الربيع، باش كتعرفوا ملي كتكون كتاكل. ديال الربيع غربي ولا شرقي؟ الغربي، غربي مدينة أسفي. وديال الشرقي ديال الشرقي نواحي الكاب. نواحي الكاب بالدوزة. ملي كتكون كتاكلو كتشم فيه ديك النسمه ديال الربيع. انتم تبارك الله كيف ما تحطات الشوايه الدخان بدا كيطلع ما شاء الله. وعندو منافع كثيره السرديل. من بينها اوميغا 3، الاوميغا 3 الكالسيوم مزيان للدراري الصغار. نسولك الرئيس ديال نعم، على السرديل الاسفي كيكون احسن من اي سرديل في المغرب؟ لان البيئه اللي كيعيش فيها بيئه زوينه. المراعي اللي كاينين في قاع البحر ديال اسفي. نعم نعم، البيئه اللي كيعيش فيها زوينه، كيلقى ما ياكل. نعم. النباتات اللي كياكل حتى المذاق يكون مختلف من شي معلومه اخرى. الرئيس عزيز، اسفي من بين المدن اللي المراعي عندنا الربيعه، وكما قلت لا بالنسبه للسرديل. والسرديل اخويا دابا تيتشوى في شهر 6، هو الدليل هو الدخان. الدخان في البلاصه تبارك الله تحطات الشوايه، الدخان دابا تيدل بالله راه كاين ما شاء الله. غادي يسمع دي زياد ما شاء الله. كنشوف كاينه تما تا طازناك تا الرئيس ياك. قرب لينا نشوفوا حتى هي، غنوريكم الطريقه ديال الشواء ديالها ان شاء الله. ما شاء الله هي باقا جديده ما شاء الله. سيده اليوم وواحد النقطه مهمه خاص المشاهد الكريم يعرفها، وهو ان المشاهد الكريم الا بغى يشري السرديل يحاول ما امكن يشري السرديل ما ممسوش باليدين. سافودير من الباركو من البحر للشوايه. للشوايه تبارك الله. نقدر نوريكم مع المده ان شاء الله، نقدر نوريكم الطريقه كيفاش لو بغيتي تجيب كيبقى فيه الماء ديال البحر. ما تكونوش ماسين اليدين بزاف. تيكون بنين تبارك الله. ان شاء الله. وملي غادي نشوها ان شاء الله راه غادي تشوفوا كيفاش الطريقه النهائيه. تبارك الله على الرئيس عزيز. بسم الله بسم الله. السلام عليكم، حنا سيدي الساعه عندنا الجمعيه في الدار، مرحبا بينا. بارك الله فيك. ها انتم سيدي الشوايه طابت دابا وفيها الروح ديال الماكله. سوبر. ها الراس في كينه البنا الجنه. لا الله اللي كان شي واحد شي ما سمش الراس على السرديل ماشي ولدي اسفي. الله يعطيك الصحه الرئيس كشكش، والصحه والراحه. بصحه الرئيس الجمعي، والفضل ترجع الرئيس الجمعي المعين، ولا اخوان كاملين. اخوان كاملين خالد عزيز. عزيز مرحبا. مرحبا تبارك الله. راك بيضا تعرفنا على الناس اللي تبارك الله. مرحبا بكم اللي بغى الحوت ويجي لمدينه اسفي. مرحبا مرحبا بي، يدي الحوت فابور وياكل ويشرب حتى يبان والديه. مرحبا هادشي اللي كاين. شنو لباه؟ نقيك؟ نعيا قبل وحده. حط هنا. بسم الله. فين؟ تاع الجنجل. حيقول لي انا عارف الشرب ما كناكلوش. بسم الله. بسم الله. المصور اليوم راه ما غياكلش معانا. خلوه يصور. كوتشارة، كوتشارة. دابا الشوية الثانية إن شاء الله معكم فيها البوقة الرقيقة هي اللي كتجي في الشوية مزيانة. هانتوما المشاهدين الكرام شوفوا معنا مزيان. واحد المعلومة مهمة هو أن البوقة الغليظة اللي هي هاد السمكة هذه الغليظة
بوقة او تازناك. بوقة او تازناك ما كتجيش في الشوايه مزيان، ولكن هاد الرقيقه والمويانه مزيانه كتكون بنينه. بنينه اه، نورمالمون كنفلحوها من الظهر ديالها. هذيك الكبيره، الكبيره الحجم الكبير، الحجم كبير. الصغيره لا، كيدخلها دغيا الطيب كيدخلها، وكنفلحوها. شوفوا الطريقه، ومعاكم سيبيا. ها هي فيها سيبيا، كتجي رائعه واعره في الشويان. والريس كشكش هو اللي غيوريكم كيفاش. بارك الله الريس كشكش. السلام عليكم. تحيه لمن؟ تحيه الرجل جميعي. الولاد الثانيه الصيك، مرحبا بك. ولاد الشنقيط الصيك، مرحبا بك. بارك الله عليكم. الولاد السفي كاملين والمغاربه كاملين. مرحبا. تحيه سيدي، مرحبا بالجميع. تفضل ترجع الرجل جميعي. خيركم صافي. يعرض علينا. مرحبا. ومالي فينا ومغدي عدو. مرحبا. الله يعطيه الخير. الله يعطيه الخير. وتبارك الله البحريه فيما كانوا في بقاع العالم. اليوم هذو السيدين حنا في البحر اليوم. هاد البياسه طلعوا مع السرديل. مع السرديل للاشاره. الرئيس كشكش راه هو اللي مكلف بالعنبر، هو العنابري ديالكم. العنابري يعني العنبر هو مكان تخزين وتثليج اسماك فين كتبقى بجوده عاليه للسمك. ان شاء الله غتوريهم لينا باش كيوصل للمستهلك بجوده عاليه ان شاء الله. مرحبا. مرحبا. هادو طلعوا مع السرديل. هاد البياسه طلعوا مع السرديل في الشبكه. وشقناهم باش نتغداو بهم اليوم بصحتكم. الله يعطيكم الصحه. من المشاهدين الكرام يدعمونا، يدعمونا ويعاونونا الجيم ضروري باش نقدموا لهم مستوى ضروري ان شاء الله. كل مره المنتوج في شكاله فيه بكل ما كيتعلق بالبحر وبالاسماك والصيد البحري ان شاء الله. باقي فيديوهات جايين جداد، فلوقات جداد زوينين ليستافدوا منهم المشاهدين. وهذه مرحبا. والله يجازيكم بخير المشاهدين. ابوني راك ما خاسر والو، تعاونوا مع هاد الناس، تعاونوا معنا الله يجزيكم بخير. شجعوهم، راكم عارفين دابا راه ما كاين لا ارباح لا والو، ها تشجيع وصافي. مي كيشوف المشاهده وكيشوف التفاعل كي هو كيتشجع كيدير فيديوهات اخرين. كتعرفوا بها وما رزقوا راه عاطي الله رزقوا، راه كيخرج تيتوك تيترزق الله في البحر تيجي برزقوا راه ما فهمتي. كتشجيع عليكم دعم باشتراك وبجيم. واحد النقطة السي منعم، هو ان هذا الميدان ديال الصيد البحري راه من اصعب الميادين تماما. واحد المعلومة كتقول بانه الداخل مفقود والخارج مولود. ايوه ربي كبير الحمد لله. ربي كبير. الانسان كيمشي غير البحر الداخل اليه مفقود. نعم. والخارج منه مولود. نعم. الانسان كيمشي كيخرج للبحر. واحد النقطة اخرى ثاني. نعم. شحال من واحد عايش من الحوت مع السردين من الاسافي. أو تبارك الله. راه الناس اسفي بالنسبه لمدينه اسفي راه الاقتصاد ديالها هو السرديل. تبارك الله باركو عايشين فيه 40 بحري 36 بحري. 40 بحري 36 بحري. شحال عائله وشحال كاين البحري اللي كيعيش جوج عائلات. كيعيش عائلات. كاين البحري اللي كيعيش جوج عائلات ماشي عائله. والديه وولاده. والديه وولاده. عاد المستهلك ثاني اللي كياكلوا. والحمد لله الخير موجود. الحمد لله الحمد لله الخير موجود. هذه عقله ديال الفقراء ديال الضعفاء. قلب الرئيس قرب شوف. غير طابته غير طابته. داكشي باش قلت لكم الرقيقه هذيك المويانه والرقيقه كطيب غيا وكاينه البنه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. تشكركم بزاف. تبارك الله عليكم الرياض.